السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة سنبرهن أن عيسى المسيح عليه السلام هو غير يسوع المسيح، وأننا أمام شخصيتين دينيتين مختلفتين تماما، وأنه لا يجوز ترجمة عيسى المسيح إلى Jesus Christ بالإنجليزي أو جيزي كريست بالفرنسي. لماذا؟ لأن هذه ترجمة يسوع المسيح، Jesus Christ أي يسوع المسيح وليس عيسى المسيح أبدا أبدا، كما سنبين بعد قليل. لنستعرض بعض الأدلة القاطعة على أننا أمام شخصين مختلفين تماما. أولا، عيسى المسيح عليه السلام هو نبي عربي دعا إلى الإسلام وتكلم اللسان العربي المبين كبقية الرسل والأنبياء عليهم السلام أجمعين. فولد عيسى المسيح، اسمعوا، في نجران في جنوب الحجاز، بلد النخيل والتمر والحرارة، وليس كما زعمت كنيسة روما زمن الأباطرة الرومان منهم فاسبيزيان وتايتس. كما زعمت كنيسة روما ماذا عن يسوع؟ أنه ولد في بيت لحم في فلسطين. طيب، هذا يسوع ولد في فلسطين ليس له علاقة بعيسى المسيح النبي العربي الذي ولد في نجران ودعا إلى الإسلام قبل يسوع المسيح. وفي بيت لحم، والبعض يقولون في الناصرة، ولكن الناصرة لم تكن موجودة في السنة الأولى الميلادية كما يدعون. نحن الآن في سنة 2024، صح؟ يعني من 2024 سنة الناصرة لم تكن موجودة في أول سنة ميلادية أو أول قرن ميلادي كما يقول جميع علماء الآثار. إذن يزعمون تزعم كنيسة روما وزعم أباطرة الرومان زمن تايتس أن يسوع المسيح ولد في بيت لحم، هذا هو الشائع، صح؟ في فلسطين. ولكن بيت لحم، مدينة بيت لحم أو الناصرة في فلسطين، يكون فيها الطقس باردا في الشتاء مع تساقط الثلوج، وكما نعلم النخيل لا يعيش في الأماكن الباردة، صح؟ ثم طبعا بدأ النبي عيسى عليه السلام بنشر الإسلام، جاء بالإسلام كبقية الأنبياء والرسل بنشر الإسلام في الحجاز وفي البلاد العربية، منها طبعا فلسطين والشام ومصر. كما ولد النبي العربي عيسى المسيح عليه السلام في القرن الثالث قبل الميلاد، نعم في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني حوالي 300 سنة قبل الميلاد، خلال زمن القائد العربي اسكندر الأكبر أو اسكندر الكبير. وكما تكلمنا عن هذه المسألة في حلقات ماضية بأن اسكندر الكبير كان عربي، والذي توفي اسكندر سنة 323 قبل الميلاد. ففي هذا الزمن، زمن من؟ اسكندر الكبير العربي، عاش ووجد النبي العربي عيسى المسيح عليه السلام، كما أخبرنا بهذه الحقيقة من؟ كل المؤرخين المسلمين. اسمعوا، كل المؤرخين المسلمين كلهم ذكروا بأن عيسى المسيح عليه السلام وجد وعاش زمن اسكندر الكبير الذي توفي سنة 323 قبل الميلاد. ولكن لا أحد يسمع ولا أحد يقرأ كتب أو يحترم
أدلة المؤرخين المسلمين فقط يسمعون اليوم على التلفزيون واليوتيوب لناس مأجورين عملاء ينشرون الفكر التوراتي المسيحي الإغريق الروماني بين المسلمين إلى يومنا هذا، ويزعمون أن عيسى هو ميلاد عيسى من 2024. هذا ليس عيسى الطبري ابن خلدون ابن الأثير ابن كثير حتى وهب ابن منبه، وهو من الإخباريين القدامى، ذكر في كتابه التيجان أن عيسى المسيح يقول بالحرف الواحد عيسى. وسنعرض هذه المراجع في نهاية هذه الحلقة، أن عيسى المسيح صلوات الله عليه هكذا يقول وجد زمن إسكندر الكبير، وحتى يقول زمن أرسطو الفيلسوف أرسطو، يعني على زعمه هو فيلسوف يوناني ولكنه كان أرسطو كان فيلسوف عربي سوري. زمن إسكندر الكبير يقول وهب ابن منبه، وهو من الإخباريين القدامى. الآن لنتابع، لأننا سوف نفصل في هذه المسألة في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما عيسى يسوع المسيح، ليس عيسى المسيح، أما يسوع المسيح فهو لس يعني لا علاقة لنا به، نحن المسلمون لا علاقة لنا بيسوع المسيح، لأنهم يقولون يعتقدون ويزعمون يعني يزعمان المسيحيون والعياذ بالله بأن يسوع المسيح هو الرب وابن الرب، لذلك نحن لا علاقة لنا به لا من قريب ولا من بعيد. ويزعمون أنه ولد في 25 كانون الأول ديسمبر كما نعلم يعني، وكما هو منتشر اليوم. والذي يتخبط أغلب المسلمين بشخصه اليوم ويخلطون بين يسوع المسيح وبين النبي العربي عيسى المسيح عليه السلام الذي دعا إلى الإسلام، ويترجمون عيسى المسيح إلى جيسوس كرايست، ويظن بعض المسلمين أنه هو عيسى المسيح، يظنون أن جيسوس كرايست هو بعينه عيسى المسيح عندما يتكلمون مثلا مع الأوروبي أو الأمريكي أو الأسترالي أو الغربي، وهذا خطأ شنيع قد يوقع صاحبه في الكفر ولا يدري حتى. وكما نعلم فالياء العربية تتحول دائما 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 إلى جي، أتكلم الإنجليزي في كل لغات أوروبا منها اللاتينية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، يعني مثلا يوسف تترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية بجوزيف وليس يوسف بات جوزيف، يونس جونس، شهر جولاي يوليو، كذلك جويش يهودي إلى آخره. إذن لا يجوز ترجمة عيسى المسيح إلى جيسوس كرايست، لأن هذه ترجمة يسوع المسيح كما قلت الذي هو عند المسيحيين الرب وابن الرب والعياذ بالله، وليس عيسى المسيح النبي العربي الذي دعا إلى الإسلام كما بيّن. كما أن كريست لا تعني المسيح أبدا أبدا أبدا، لا تعني المسيح كريست أو كريست لا تعني المسيح أبدا أبدا أبدا، بل أصله يعني أصل اسم كريست أصله في اللغة العربية من الكارز أو الكراز. ما معنى الكارز أو الكراز؟ وله فعل بالمناسبة في اللغة العربية معناه الواعظ المعلم. In Palestine in the first century AD. But when you go looking for that, let's say what would you go looking for? You might go looking for the town of Nazareth. But was there a town of Nazareth in the first century AD? No, there wasn't. There may have been a farm there, there may have been a hamlet at most. But the Gospels speak the city of Nazareth. There was no such city. وبالمناسبة لم يرد أبدا اسم بلدة الناصرة قبل القرن الثالث ميلادي. لم يرد اسم بلدة الناصرة قبل القرن الثالث ميلادي. ثم كيف يقولون نصراني أي من الناصرة؟ ينبغي أن يقال في اللغة ناصري من الناصر. الناصرة وليس نصران. وكما نعلم جميعا يعني
أن أسماء الأشخاص لا يترجم معناها، يعني أسماء الأشخاص لا يترجم معناها يعني إلى اللغات الأخرى، تبقى كما هي. مثلا أنا اسمي خالد فيبقى خالد في اللغة الإنجليزية والفرنسية، ولا يترجم إلى immortal immortal، بل تبقى خالد، صح؟ طيب، وبالمناسبة لم يذكر القرآن الكريم يسوع المسيح أبدا 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 أبدا، ولا حتى الأحاديث النبوية الشريفة، كذلك لم تذكر أناجيل المسيحيين اسم عيسى المسيح، وهم يرفضون تسمية يسوع بعيسى. يعني واضح أننا أمام شخصيتين دينيتين مختلفتين تماما. فكما قلت، عيسى المسيح نبي عربي دعا إلى الإسلام، وهو عربي كذلك الأمر، اسمه يدل على عروبته. مثلا اسم عيسى أصله في اللغة العربية عسى. ما معنى عسى؟ عسى يعني طاف وساح ومشى في الكرة والبراري والمدن ينشر الدين، دين الإسلام، ويحمي ويداوي ويعالج المرضى ويقضي حاجات المساكين. كما معناها، يعني معنى عسى يأتي بيحرس. يحرس ماذا؟ يحرس الناس في الليل تحديدا، كما ما زال يقولون في المغرب العربي عساس عن الحارس. ومعنى المسيح قريب من عسى، فهو الذي يسيح أي يطوف في المدن والبلاد ينشر الدين الإسلامي ويعظ ويعلم ويبشر ويعاون الناس والمحتاجين. كما أكد القرآن الكريم أن اسمه هو عيسى المسيح. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، سورة آل عمران آية 45. وهذا أيضا تأكيد من القرآن الكريم أن والدة عيسى عليه السلام هي مريم. والدة عيسى هي مريم، وهناك سورة في القرآن الكريم اسمها مريم، وإجماع لحوالي 2 مليار مسلم على أن اسم والدة عيسى مريم. أما عند المسيحيين فلا يوجد في أناجيلهم سورة اسمها مريم، لا يوجد. بل أكثر من هذا، لا يوجد إجماع عند المسيحيين أن اسم والدة يسوع مريم. يقول يوحنا، وهو صاحب إنجيل يوحنا، أنا أعرف عائلة يسوع ومريم ليست والدته بل خالته. حتى أن بولس الذي يعد مؤسس الدين المسيحي عند المؤرخين لم يذكر اسم مريم بل فقط والدة يسوع. كما تذكر أناجيل المسيحيين أن يسوع كان عنده عدة أخوات وإخوة، منهم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. أما النبي عيسى عليه السلام فليس عنده إخوة أو أخوات كما نعلم. كذلك يزعم المسيحيون والعياذ بالله أن والد يسوع هو الرب، ثم يقولون في نفس الوقت أن والده بالجسد هو يوسف النجار. كيف؟ لا أدري. ثم يقولون ويزعمون أن هذا الرب وابن الرب والعياذ بالله خرج من رحم امرأة. يعني سبحان الله، يعني أين العقول؟ لا أدري، يعني كيف يزعم البعض بأن الرب يخرج من رحم امرأة؟ هو رب ولكن يخرج من رحم امرأة، يعني كيف؟ سبحان الله. كما أجمع أصحاب الأناجيل عند المسيحيين، يعني مارك لوكا متى ويوحنا وحتى بولس، أن والد يسوع هو يوسف النجار، ويسوع عندهم من ذرية داود عن طريق الأب. ثم يقول متى ولوقا أن يسوع ولد من عذراء ولكن هو منسوب إلى داود عن طريق الأب، لا أدري كيف. ثم ينسب يسوع إلى داود عن طريق الأب كما قلت، يعني سبحان الله. ولا يوجد بالمناسبة أي ذكر من بولس ويوحنا ومارك أن يسوع ولد من عذراء. أما عيسى عليه السلام فلا والد له كما نعلم، لأن هذه معجزة وآية للعالمين. كذلك يقول أصحاب أناجيل المسيحيين أن اسم والد مريم يواقيم
أبو ناخير أو صادوق. أما والد مريم عند المسلمين فهو عمران بنص القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. سورة التحريم آية 12-12. وعمران والد مريم هو عمران ابن باسم ابن الأشهم العربي، وضريحه في مدينة صلالة في جنوب سلطنة عمان. كمان السيدة مريم عربية، واسم مريم عربي قح، ويعني المروءة والطهارة والنقاء والحنان والرقة والصفاء والعفاف وبياض الوجه وصفاء القلب وطهارة النفس والتعالي عن الرذيلة والفحشاء، وهو من فعل رغم، أي على وتنزه وترفع عن الفحشاء والمنكر. وكذلك له أصل وجذر في اللغة العربية، اسم مريم يعني من رمة، أي هي مريم هي خالصة بياض القلب والوجه والنفس والوجدان. وريم وهو الغزال جاء من رمة، ومعناه الغزال الشديد البياض، الغزال الخالص البياض، لأن وجه السيدة مريم كان يخرج منه نور البياض والصفاء والعفاف. وليس أبدا أبدا كما زعم كهنة اليهود أن مريم في اللغة العبرية على زعمهم يعني معناه المرارة والتمرد والعصيان، كما والعياذ بالله يتهمون السيدة العفيفة الطاهرة مريم العربية المسلمة عليها السلام بأنها والعياذ بالله ارتكبت الفاحشة والزنا مع جندي، مع جندي روماني اسمه بن بنديرا. وعلى زعمهم كذلك الأمر يقولون بأن يسوع هو ابن زنا والعياذ بالله. يعني استغفر الله العظيم، كما بينت في حلقات ماضية بأن هدفهم كان تشويه سيرة أنبيائنا العرب المسلمين. أما كلمة إنجيل فهي كذلك الأمر عربية قح من جلا، أي كشف وأوضح وأظهر وأخبر وأنبأ وبشر، وليس كما يزعمون أنها كلمة يونانية من إيفانجيليون وتعني البشارة بالانتصار العسكري، وهو الانتصار العسكري لجيش تايتس الروماني الذي انتصر على الثورات في فلسطين وإسكندرية. Why are the Gospels called Gospels? That's a critical question. The word Gospel in Greek is Evangelion, and it means good news of military victory. Whose military victory are we celebrating here in these Gospels? Well, it seems to me that we are celebrating clearly the Roman military victory, because these events, the Battle of Gadara, the Battle of the Lake of Galilee, the successful Battle of Jerusalem, these are battles that the Romans won. ولا ننسى بأن أناجيل المسيحيين الأربعة كتبت باللغة اليونانية وليس باللهجة العربية الآرامية القديمة، وكانت لغة المسيح. حتى هم يقولون هذا الأمر، نحن نقول عيسى المسيح كان عربي، هم يقولون كان تكلم اللهجة الآرامية، يعني هم يقولون لغة ولكنها لهجة آرامية لقبائل، بعض القبائل العربية التي هاجرت من الحجاز إلى العراق والشام. على كل الأحوال فهذه الأناجيل هي بالحقيقة ترجمة يونانية الموجودة اليوم بين المسلمين، هذه ترجمة يونانية، كما يوجد 5700 نسخة يونانية مكتوبة يعني باللغة اليونانية. فإن كانت ترجمة يونانية ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن ضاعت رسالة المسيح في الترجمة. I
Jesus spoke Aramaic and that he did not know Latin. New Testament was originally written in Greek, and at last count, we had over 5,700 copies of the New Testament in the Greek language in which it was originally written. The Gospels are written in Greek, so already when you're reading the Gospels in Greek, you're a step removed from the words of Jesus. We have something like 10,000 copies of the Bible in the New Testament in Latin. Not only do we not have the originals, we don't have the first copies. And some say 400,000. There are different guesses. The way I usually put it to my students is in comparative terms. There are more differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. More differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. I think Ehrman is absolutely right when he says there are as many as 400,000 textual variants among our manuscripts. الآن ركزوا ولاحظوا معي. هم يقولون بأن أحضروا للمسيح بنت صبية صغيرة كنعانية كانت مريضة، وأن المسيح كان يتكلم اللغة الأرامية. نحن نقول لهجة أرامية لأن الأراميون كانوا عرب هاجروا من الحجاز إلى العراق والشام. فالبنت الكنعانية أحضروها إلى المسيح الذي كان يتكلم الأرامي، وكان يوجد بني إسرائيل، يعني عندك كنعانيين، عندك أراميين وبني إسرائيل. ماذا قال لها هم يذكرون كما يذكرون ماذا قال لها المسيح؟ قومي يا طليثتي، وهذه لغة عربية واضحة. قومي كلمة عربية، يا كلمة عربية، وطليثتي، بينا هذا في الماضي، من طلي، والطلي هو الصغير. عندما زادوا ال قبل طلي حصلنا على الكلمة الإنجليزية little، فطليثتي هي الصغيرة. هذه لغة عربية موجودة، هذه الكلمة يعني موجودة في كل قوميس العربية. أصبح كانوا كلهم يتكلمون لغة عربية واحدة. كيف؟ لأن بني إسرائيل فهموا هذه اللغة، والأراميون فهموا هذه اللغة، وكذلك الأمر البنت الكنعانية، هذا دليل بأنهم كانوا كلهم عرب. فكما قلت، واضح تماما أننا أمام شخصيتين دينيتين مختلفتين تماما. عيسى المسيح النبي العربي الذي دعا إلى الإسلام وولد في نجران في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني قبل يسوع المسيح تبعهم، ويسوع المسيح وهو Jesus Christ في اللغة الإنجليزية، والذي اخترع هذه الشخصية الوهمية Jesus Christ من؟ بولس، وهو مؤسس العهد الجديد، وهو اخترع هذه الشخصية الوهمية بولس استنادا إلى قصة عيسى المسيح بأمر الإمبراطور تايتوس الذي أمر كثير، يعني ليس فقط بولس، أمر آخرين كما بينا في الحلقة الماضية، بأن بولس ذهب، يعني اسمعوا، بولس هو يقول في الرسالة التي أرسلها إلى أحد الطلاب اسمه توما من توأم، كلمة عربية كذلك الأمر، هو يقول أنه ذهب إلى العربية، بلاد العرب، ذهب إلى بلاد العرب. أين؟ إلى نجران. لماذا؟ أنه وجد أوراق مكتوبة باللهجة العربية الأرامية تتكلم عن من؟ عن قصة عيسى التي ورد ذكرها أين؟ في القرآن الكريم، أن كان بعض أتباع عيسى المسيح يزعمون بأنه هو ابن الإله كما أخبرنا الله في القرآن. فأخذ هذه القصة من؟ بولس، ذهب بنفسه إلى الحجاز، أخذ هذه الأوراق وأحضرها معه إلى فلسطين، وكتب العهد الجديد استنادا إلى قصة عيسى المسيح النبي العربي الذي وجد قبل أن يخترع بولس شخصية يسوع المسيح، يعني Jesus Christ الوهمية. What did we actually know about Jesus Christ the man? What we don't find is this person who appears as some sort of specter within that historical tableau called Jesus. He doesn't have a mark at all. Now that is a dilemma for those who believe in him, because on the one hand he supposedly
overturned the world. It turned the world upside down and triggered off this massive movement. But on the other hand, he leaves no trace in the historical record. In all of this, we're dealing with literature. We're not dealing with history. So the answer is no, there is no history to this character of Jesus. It's entirely a literary creation. And the penny dropped that Jesus as a human being never existed. The storyline of Jesus is fiction. It was based upon a military campaign of a Roman Caesar named Titus Flavius. وسوف نفصل في هذه المسألة في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لنتوقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.